السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الثالثة معانا من إكسل ماجيك. طبعا بعتذر إن الحلقة النهاردة اتأخرت، بس إن شاء الله ميعادنا ثابت يوم الخميس الساعة 10 مساء زي ما اتفقنا مع بعض. النهاردة الحلقة مش هتبقى كبيرة قوي عشان إحنا كنا عايزين نركز فيها على جزئية مهمة جدا، وهي الكونديشنال فورماتنج، الجزء بتاع الستايلز، كونديشنال فورماتنج وفورمات تيبل وسيلت ستايلز. بس طبعا اكبر جزء من الحلقه النهارده هتبقى على الكونديشنال فورماتنج. يعني ايه هي الكونديشنال فورماتنج؟ لو عايزين نعرفها كده باختصار، احنا ممكن يعني نشوف كده اكزامبل بسيط بحيث ان احنا نبقى فاهمين ايه الكونديشنال فورماتنج. كونديشنال فورماتنج هي زي ما بيقول لك كده، تخلي الداتا بتاعتك يبقى ليها شكل اللي هو تقدر تحكم عليه بالنظر كده، مين الأكبر إيه الأصغر، بالألوان بالأشكال، بيدي شكل للداتا وبيدي يعني اللي قدامك يقدر يحلل الداتا بنظرة واحدة. ودي مهمة جدا حقيقي، في خصوصا لو أنت عايز تقارن ما بين داتا معينة، خصوصا لو حاجة أرقام مبيعات، زي دي مثلا كأنها أرقام مبيعات لمنتجات معينة، مثلا درجات امتحانات، مثلا لو انت مدرس او عندك حاجات ليها ارقام ومدلول ارقام كتير، يعني حابب انك ايه تقارن ما بينهم. فاحنا مثلا هناخد كمثال برودكت اكس ده، ليه بيع مثلا في خلال السنة، زي ما احنا شايفين قدامنا ارقام مختلفة. طبعا مش هتقدر تحكم على الارقام قوي بالنظر كده، الدنيا بتبقى ملخبطة، خصوصا لو الارقام كتير جدا، يعني خصوصا لو ارقام كتير وارقام كبيرة. فهنعمل بالكونديشنال فورماتنج دي حاجة من ضمن في من الحاجات دي، حاجات كتير هنشوفها كلها، يعني هنشرحها كلها بالتفصيل مع بعض. طيب نيجي مثلا في الايكون سيتس مثلا، زي ما احنا شايفين كده، اول ما انا اخترت في ارقام زي ما نشوف، نحن زي ما احنا شايفين قدامنا اهو كده، ادي ده اخضر، ده اعلى حاجة مثلا، دول اعلى 3 حاجات اهو، والاصفر ده في الوسط، والاحمر ده اقل حاجة. زي ما احنا شايفين بقى كده بالنظرة اقدر اعرف ايه اعلى شهور عندي، شهر ابريل وشهر اغسطس وشهر جولاي، دول اعلى 3 شهور عندي في برودكت اكس. لو جينا مثلا على برودكت واي عملنا نفس الحركة بس بطريقة تانية بقى مختلفة، برضو ممكن من الايكون سيتس، برضو في حاجات تانية كتير، هي بس بتختلف في شكلها، يعني انت بتختار ايه، يعني مثلا في كده في وبتختار مثلا عايز 3 حاجات بس ولا 4 ولا 5 مثلا. ده بالنسبة للدايركشنال، ممكن من غير الوان خالص، بس طبعا افضل الالوان اكتر لو انت هتختار الدايركشنال دي. مثلا شيبس مثلا اهو، في احمر، في مثلا حاجة زي كده كأنها زي الراوتر كده، في حاجة زي الستارز كده، ممكن كل واحدة على حسب انت استخدامك اكتر. يعني يفضل لو ارقام مثلا تستخدم حاجة زي كده، لو انت مثلا بتعرض داتا معينة وعايز تعرض حاجة معينة، مثلا توتال بتاع برودكت معين عايز تركز عليه، يفضل تعرض الشكل ده، افضل شكل يعني يعتبر ايه يعني، او الشكل ده مثلا، بس افضل انا الدايركشنال ده اكتر. ممكن مثلا حاجات زي الستارز دي مثلا تنفع في حاجات تانية، مثلا برضو ممكن تستخدمها، دي برضو شكل تاني، دي مجرد اشكال مختلفة، انت يعني بتختار اللي مناسب اكتر يعني ليك على بس زي ما احنا اتفقنا، يعني يفضل لو هتستخدم حاجة هتقدمها تعرضها داتا بروفيشنال كده، هستعرضها بطريقة مميزة مختلفة عن زمايلك التانيين أو مختلف عن أي حد تاني، ممكن تختار الشكل ده يعتبر أفضلهم شوية. طيب هل دي بس الحاجة الوحيدة اللي موجودة في الكونديشنال فورماتنج؟ لا، ده في حاجات كتير جدا. مثلا لو جينا على الكالر سكيلز دي بقى، هنا بدأنا إن احنا لا نحضر الداتا بشكل مختلف. هو هنا بيقسم لك الداتا جرين ويلو وريد، 3 درجات ألوان، من الاكبر اكتر بيبقى باللون الاخضر، اللي وسط اصفر، واقل حاجه بالاحمر. انت برضو ممكن تعكسها، يعني ممكن هنا مثلا ريد يلو جرين، هنا انا عكستها مثلا، هنا العكس، وهنا مثلا جرين وايت ريد كده، يعني في كذا حاجه بتختلفها تختارها حسب الالوان، عايز مثلا الازرق هو اعلى حاجه، الاخضر يفضل طبعا الاخضر والاصفر والاحمر،
بس كار سكيلز يعني يمكن من الحاجات اللي مش بفضلها قوي في العرض، شكلها مش لطيف شوية يعني، يعني مش بيدي شكل لذيذ للداتا شوية، بيبقى تحس ان شكلها غريب. بس عموما دي من ضمن الحاجات يعني، يفضل كمان انك تختار مثلا ابيض واخضر مثلا، او تختار مثلا اعلى ارقام تبقى بلون مميز مثلا، دي افضلها اكتر. لو انت بتعرض داتا ما يفضلش انك تستخدم الوان كتير قوي في الداتا بتاعتك وانت بتعرضها، بيدي شكل مش بروفيشنال ليها. تمام. في برضو ممكن مور رولز يعني، انا ممكن برضو اهو مثلا اهو نيو فورماتنج رول، بتختار الرول اللي انت عايزه مثلا، اهو فورمات اول سيلز بيزد اون زير فاليوز، او فورمات ده بيبقى مثلا ايه من اعلى من اكبر مثلا، بتختار اقل قيمه اهي لوز فاليو وهايست فاليو مثلا، انت بتحددها، لا قصدي مش بتحددها سوري، هو بيختار لك اللوز فاليو بيبقى لونها معين مثلا، بتختار مثلا فلنفترض لون مثلا اهو، والهايست فاليو مثلا بلون اخضر مثلا، لو دوست اوكي اهو حدد لك الالوان اهو على حسب ما انا اخترتها، اقل رقم باللون اللي هو الغريب ده، هو اكتر رقم باللون الاخضر. بس طبعا ما بفضلش اللي هو نقطة الكالر سكيل دي خصوصا في عرض الداتا قوي، وخصوصا لو حاجة انت بتعرضها في شركة او حاجة قدام مديرينك، مش بتبقى محبذة قوي، كتر الالوان ده بيخلي شكل الحاجة مش كويسة. فانا ممكن هنا مثلا لو انا مثلا مش عاجبني الشكل ده، طب انا عايز اخلص من الشكل ده اعمل ايه، ممكن من الكرير رول اهو، كرير رول فروم سيلكتد سيل اهو، دي برضو حاجة في الكونديشنال فورماتنج، انا اقدر اعمل كرير يعني اشيل اي رول انا حطيته مش عاجبني عن طريق اهو من هنا كونديشنال فورماتنج كلير رولز، دي ممكن كمان كلير رولز فروم الشيت كله، وهنشوفها في الاخر بعد ما نعمل كذا حاجه كده بتشتغل ازاي. في حاجه تانية دي بقى جميله جدا 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 يعني، من الحاجات المفضله عندي جدا في عرض الداتا، اللي هي الداتا بارز. طبعا هنا عشان ارقام في فرق كبير، تعال نشوف مثلا هنا فروق بسيطه شويه، كونديشنال فورماتنج داتا بارز دي بتدي شكل للداتا، ان يوضح لك مثلا اعلى رقم هنا هو البار كامل بالازرق، اقل رقم بالنص في بين البنين، يقدر كده الواحد من رؤية واحدة بس يقدر يعرف اه ده اعلى رقم اهو اغسطس، اقل رقم اللي هو 580 ابريل. الداتا بيديها شكل حلو، وفي نفس الوقت ما يديش الوان كتير يعني، انا اقدر ان انا مثلا احطه في التوتال مثلا، احطه في برودكت معين انا مهم عندي، او حاجه معينه انا مهتم بيها اعرضها بشكل مميز وادي لها الشكل ده. وبرضو في الميزه ان انا ممكن في الوان كتير، بس طبعا حاول انك ما بلاش الاصفر، بلاش الحاجات الفاقعه قوي، يفضل ازرق واخضر يعني، ازرق يفضل الازرق او الازرق ده مثلا، ده اكتر حاجة يعني مفضلة يعني، فضل الازرق، او ممكن برضو ممكن مور رولز، ممكن تختار انت اللون اللي انت عايزه من الوان كتير جدا، تختار اي لون. فهنا طبعا هو بيقولك اهو فورمات سيلز بيزد اون زير فاليوز، ممكن برضو فورمات اونلي توب اور بوتوم رانكد فاليوز، هنعرف التوب 10 واعلى 10 واقل 10 والحاجات دي برضو من ضمن برضو كونديشن فورماتنج يعني مميزاتها، في حاجات كتير بتعملها تقدر تعملها من خلالها. فالداتا بارز دي من الحاجات المميزة جدا، وبتخلي شكل الداتا كويسة، فانا برضو من الحاجات المميزة في الكونديشن فورماتنج، وتدي للشكل الداتا بتاعتك حاجة مختلفة عن اي حد تاني بيعرضها. تمام. في برضو حاجات تانية زي التوب والبوتوم رولز، مثلا لو انت عايز مثلا اعلى 10، اعلى 10 ارقام، اعلى 10 ايتمز في جدول كبير جدا يتحددوا بلون معين، فهي من توب وبوتوم رولز، انها مثلا هنختار مثلا اهو الكولم ده، وتوب مثلا 10 ايتمز، طبعا عشان هم 10 بس فاعلم لي عليهم كلهم، فانا ممكن مثلا اقلل اهو، لو انا قللت مثلا انا مثلا عايز اعلى 3 بس، فانا ممكن من توب 10 ده حتى اختار اعلى 2 اعلى 3،
اي رقم انا احدده من هنا. وكمان اهو هنا مثلا هو عامل لك لايت ريد فيلد ويز دارك ريد تكست، لا انا مش عايز كده مثلا، انا عايز مثلا جرين اهو. فانا برضو اقدر ان انا ايه اتحكم. طب انا مثلا برضو عايز اتحكم اكتر في الكونديشن فورماتنج اللي انا عملته في كذا حاجه، عايز اعمل حاجات كتير في الشيت بتاعي، فهرجع على كونديشن فورماتنج دي برضو، اعمل حاجه اسمها مانج رولز. تمام. طبعا هو انا عشان مختار الكولم ده فاختار الرول اللي في الكولم ده، عشان قال لي ايه كارنت سيلكشن اهي، هو انا مختار الكولم اللي انا مختار فيه رول واحد بس، في اتنين رولز انا مش ظاهرين معايا في الشيت ده، في اللي هنا في البوكس ده، اعمل ايه؟ اغير كارنت سيلكشن دي بزيس ورك شيت اهي، جاب لي كل الرولز اللي عندي في الشيت. وكده برضو انا دي طريقه تانية ممكن ان انا ازود رولز من هنا بطريقه تانية برضو، اختار الرول اللي انا عايزه، اختار ايه اللي انا ممكن اعمله. في حاجات كتير جدا الكونديشن فورماتنج دي من الحاجات المميزه جدا في عرض الداتا، بتخلي الداتا بتاعتك شكلها مميز وشكلها مختلف عن اي حد تاني بيعرضها. فيعني جربوها كده مع نفسكم برضو، ولو في اي حاجه صعبه يعني تقدروا برضو تبعتوا في الكومنتات وانا هرد عليها، مفيش مشاكل. بس الامر موضوع سهل جدا. في برضو لو في تكست معين، يعني الميزه برضو ان انت ممكن برضو نجرب حاجه كده لذيذه، مثلا اكتب مثلا ايه، اكتب مثلا ايرور لايت ريد وذ دارك ريد تكست. تمام. كل ما يقرا كلمه ايرور هيخلي لي الكلمه دي بالذات ايرور دي باللون ده. تمام. اعمل مثلا اوكي، تعال نجرب كده. طب ايه اللي حصل؟ هو ليه ما عملش اللي انا طلبته منه؟ لان انا حطيت ايرور دي. تعالوا نشوف ايه السبب، هنشوف مع بعض. نفتح كونديشن فورماتنج مانيج رول زي ما اتفقنا، واخدين بالنا قد ايه ايرور سيلز فاليو كونتين ايرور، مختارها في انهي خلية؟ الخلية دي بس. طب انا عايزه على الشيت كله، هعمل كده بس. انا مجرد ما دوست هنا فوق اهو كده بقى على الشيت كله كامل اهو، ابلاي. مجرد ما اكتب كلمة ايرور، طبعا دي من الحاجات المهمة جدا ومميزة. انا لو عايز مثلا كلمة معينة كل ما اكتبها تبقى تتعمل لي بفورمات معين وبشكل معين، دي بتسهل لي جدا الموضوع ده، وتسهل لي الوقت اللي انا اخده. مش كل بقى مكتب الكلمه دي محتاج، انا خلاص انا حابب الكلمه دي تبقى بالشكل ده، تظهر لي قدامي كل ما اكتبها تظهر لي بالشكل ده، مش كل مره بقى اعمل كده وادوس على فورمات بينتر زي ما اتعلمنا واروح جايبها تاني. لا، انا مجرد ما اكتب كلمه ايرور خلاص هو الشيت كده عارف اهو ايرور اهو. طب لو كتبنا مثلا حاجه تاني، لا مش هتسمع معاك هي كلمه ايرور. طب انا غلطت في حرف عشان نشوف برضه، لا هي لازم كلمة ايرور بنفس الكلمة اللي انا كتبتها. فدي ميزة حلوة جدا يعني تقدر تستخدمها برضه في الكونديشنال فورماتنج، بس اتأكد انك مختار مثلا الشيت كله او مختار الرينج اللي انت عايزه صح يعني، او الرينج بتعرفه ممكن اهو من المانيج رولز دي، وتختار this worksheet او كل مثلا ايه كل حاجة مكتوبة ايه، ادي الرينج بتاعها. لو دوست هنا هيقول لي اهو، شفت ما احنا شايفين كده اول ما دوست عليها، بس انا اهو مجرد ما دوست عليها حدد لي اهو بالاخضر ده ايه المربعات الخضراء اللي بتمشي دي، ده الرينج بتاعي اهو اللي مختار فيه توب 3 مثلا. طيب الداتا بار اهي، ده الرينج بتاعي برضو. الايكون سيت اهي، تمام. طيب انا عملت حاجات كتير في الشيت مش فاكرها وعايز امسح كل حاجه برضو اهو، من كرير رولز، كرير رولز فروم انتاير شيت اهو، انا شلت كل حاجه بضغطه واحده بس، قدرت اشيل كل حاجه من عندي. تمام. دي كانت الكونديشنال فورماتنج من ضمن الحاجات المهمه والمميزه جدا معانا في الاكسل، هنستخدمها معانا قدام في حاجات تانية برضو واحنا شغالين. بس يعني دي كانت شرحها بالكامل. اعتقد برضو ديت اوكيرنج برضو ممكن ايه، اي برضو لو انت عايز مثلا تاريخ معين مثلا يبقى برضو ظاهر بشكل معين. فيعني حلوة جدا انك بتحدد
الرول اللي انت عايزه اهو ايكوال تو مثلا اي كلمة انت عايزها بتحددها بالشكل اللي انت عايزه. وبرضو التوب والبوتوم واباف افريج وال طبعا الفرق بين التوب 10 ايتمز توب 10% هنشوفها بقى في شيت 2 دي مثلا. اختار الجدول كله اهو، مثلا اختار توب 10% كده، 10% من الداتا دي انا عايزهم مثلا باللون برضو الاخضر جرين فيل ويز، او ممكن في كاستم فورمات اختار انا الفونت اللي انا عايزه واختار البوردر، عايز احدد بوردر ولا مش عايز احدده مثلا. فلنفترض عايز مثلا خلي البوردر اهو، فاروح دايس كده وادوس هنا كده كده اهو زي احنا شايفين البوردر كله كده انا علمته، وعايزه مثلا فيل بكرر مختلف كده اهو. ممكن احط افكت لو انا حابب مثلا جراديانت كده بالمنظر ده او كده مثلا اهو. تمام، ده كده اختار لي 10% من الداتا، اعلى 10% من الداتا خدت الفونت ده. لو انا عايز ازود اعمل كده كده 20% كده مثلا 30 اهو. ده حلو برضو انك بتتحكم فيها بالنسبة اهي زي ما انت عايز، عايز 5% على 10%. طبعا بتختلف غير الـ10 ايتمز بيختار 10 ايتمز بس، لكن 10% من الداتا بيختار لك اعلى 10% او اقل 10%. بس ده كان باختصار كده الكونديشنال فورماتنج، سهل جدا ومفيد جدا ومهم جدا على فكرة، وبيفرق حد من التاني في الاكسل بالذات، وخصوصا في عرض الداتا بيبقى مميز جدا لو انت عارض الداتا بالشكل اللي احنا شفناه من شوية ده مثلا. انا اهو واعمل الكونديشنال فورماتنج كده واجي اعرض الداتا بتاعتي اهو بالمنظر ده مثلا، بيبقى مميز عن اي حد تاني بيعرض بشكل عادي. ممكن برضو اعمل اهو مثلا، فلنفترض انا ممكن اعمل داتا بارز مختلفة اهي، يعني انا عملت تولز بنفس اللون عادي، بس اهم حاجة كل حاجة حددتها لوحدها، ده انا حددته لوحده وده حددته لوحده. طب ليه بقى؟ طب ليه انا ما عملتش مثلا، طب مثلا لو انا اخترت الجدول كله وعملت له اهو كده مثلا. فنفترض اول حاجة بس ماليش رولز، او هنشيل الرول. طب ليه مثلا انا ما اخترتش الداتا دي كلها كده ورحت عملت كونديشنال فورماتنج وراحت لنفسي اهو، انا ليه اتعب نفسي اهو؟ ايه اللي حصل معايا؟ طبعا في ارقام عالية قوي وارقام قليلة، فهو قارني الرقم ده بالرقم ده. طب لا انا مش عايز كده، فناخد بالنا برضو من الحته دي، ما تختارش الداتا كلها، اختار كولم معين، اختار مثلا برودكت معين او شهر معين تقارن ما بينه، ما تختارش الجدول كله مش هيبقى واضح، يعني ملوش اي لازمه كده. يعني كده الرقم الكبير باين يعني كبير اهو، والارقام طب انا مش يعني عايز الفرق ما بين الرقم ده وده وده اللي هم دول، مفيش حاجه ظاهره طبعا لان كل ده مش ظاهر معايا في الداتا لان في رقم كبير جدا عندي في الكولم ده. فلا انا مثلا اروح اعمل كده اهو جرين رولز، لا انا اروح جاي على الكولم ده لوحده كده، اروح دايس كونديشنال فورماتنج داتا بارز اهي اهي كده. هنا اختلفت، لو انا عايز مثلا كله بالشكل ده اهو اهو كده كده بقت واضحة قدامي. هي طبعا ما بتنفعش قوي لو في رقم كبير جدا زي في كولوم برودكت واي دي، فانا على حسب برضو الداتا، ما تخليش كله عرضه بطريقة واحدة، على حسب انت الداتا بتاعتك شكلها عامل ازاي وايه اللي ينفع معاها وايه اللي يبقى شكلها برضو يعني في العرض واضح اكتر. فلو في فرق كبير في الارقام مش هتبقى شكلها لطيف زي الكولوم ده مثلا، لو الفرق بسيط بتبقى احسن حاجة طبعا اهي، او زي دي كده تبقى موضحة الداتا، ودي بقى أحسن حاجة طبعا لما يبقى في أرقام كبيرة وأرقام بس الفرق ما بينهم معقول، فيتوضح أه لأ ده في هنا الرقم ده كبير، واضح أوي إن في الشهر ده أنا عملت أعلى بيع مثلا أهو. تمام، دي كانت الكونديشنال فورماتنج. في بقى حاجة تانية زي السيل ستايلز والفورمات از تيبل هناخدها معلش المرة الجاية، احنا كنا حابين الحلقة دي مخصوص للكونديشنال فورماتنج بس، هناخد بقية الحاجة دي في الحلقة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. ده كان النهاردة كونديشن فورماتنج، بشكركم جدا ونتمنى يكون فايدة ليكم كده وحاجة
تزيد من لما تيجي تعرض الداتا تبقى حاجة مختلفة وحاجة مميزة عن أي حد تاني. شكرا لكم، دي كانت حلقتنا النهاردة، نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي برضو في نفس الميعاد. معلش أنا اعتذروني الأسبوع ده إن إحنا أخرنا، بس إن شاء الله ميعادنا ثابت يوم الخميس الساعة 10 مساء، وإن شاء الله هنعمل مقال مجمع في كل حاجة بالتفصيل، بحيث برضو لو حد حابب يرجع الحاجة كتابيا بيحب الحاجة يشوفها مكتوبة قدامه. فأنا معلش بس اتأخرت لسبب ظروف صحية في كل الحاجات دي، بس إن شاء الله الفترة الجاية كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة عندكم على الموقع World Golden Sense. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.